إلى كل الشباب العرب على صفحة اليوفنتوس. أتمنى لكم روح رياضية عالية في كل الأحوال. في البحرين نعيش بهجة وفرحة تأهيل البحرين إلى النهائيات. هذه الفرحة فرحة جمعية تمثل حالة من المواطنة يتناسى فيها المواطنون من كافة الأطياف والأعراق والأديان، أيضا ما يفرقهم، ويجتمعون جميعا على الفرح، الفرح لأجل الوطن والانتصار، انتصار الوطن. هكذا قلناها فيما سبق أن للكرة دورا كبيرا جدا جدا في لملمة شعوب وخلق حالة من المواطنة جميلة واستثنائية رائعة، ممكن أن نستثمرها في البنين، كما ممكن أن نستثمرها أيضا في البنات في حال حصول أي رياضة تنافسية وتوفير فرص وبيئة مناسبة للفتاة للدخول في معترك الروح الرياضية. نحن البحرين البحرينيين مقبلون على مقبلون على النهائي، فإذا بين النصر والهزيمة معادلة